عبد العزيز الغراز إيجايا وعريم أسلمة دي سقرى المادة الفنون التشكيلية كوكادير إيغايا دي رشم بريد نسك تزورين إغمان دي رشم خسال الوحينة اللي خدم خطغا وسيوين أنتم الطوطة زقر ريف ان موتيسون غرسوس سمثا غرو قادير زقميد نيوي خف عبد الله عبد العزيز الغراز ايغانيان وعريم اسلمى دي سقرا الماده الفنون التشكيليه كوكادير ايغادير شما بريد نسك تزورين يغمان درشم خفتا الواحين اللي خدم خفتا وسيوين ثمطوط سمثا اين زين سزين دو صناع انت عيالين يا موكشي ايغان يقدو دن جاج برا ان مازيرت اني سينوغارد الحسين امازال زهير بوهال انا زور عبد العزيز الغرازة ينغي نزورنا يعرمني رشمن تيرميت نسا انتزوري سيكلانا تيرميتي كان فغنيتا تيرميتا نيغان نحيا سوى نوني غمانا استخدام ما ينرت مالنت الوحينا غيد يحيي الغمص ريادة غي سوري اول تجربة ديالي ديال معرض في المتحف ديال التراث الامازيغي بمدينة اكادير كان حول تيمة ديال الرقص او الجسد والرقص لي كانت تجربة مميزة في مدينة أكادير. من بعد تم يعني بعدة أبحاث أخرى تشكيلية. أنا زورة يقول سلمادة يسورين غتين بل التجريدي يستين تلغنت مغارتا أدفلس يسبيت زورين سا سلاوناك اللي غدرسا الدور مقورنا غنامون أمغربي يستيولاي كلانا النغنيوفا وقرنت للي غسن فلول موضوع هو حول اللي استوحيت بعدة فلاسفة يعني ألمانيين مثل فلسفة لدى الألماني نيتش أو الفرنسي ميشيل فوكو الذي تحدث على الإيطوبي دي كور فاستوحى لي كذلك التراث كذلك الأمازيغي عريمة إغنيود أفغانة الوحنسة أرملانتي السيفة درانينا دوا مكنا دي فاغن غولة نسكتي دمسيوسا غتوقت نموسوتنا نتوسنا أدي سفسرنا نيكلان غوغسنت مزيرتا ولا برانسا زوند الأرجنتين دفرانسا أدتوقت نتغرمينا غت مزيرتنا